بيكلمونا دلوقتي عن النقاب، وكان النقاب والجلباب حاجة غريبة عن المجتمع المصري. أنا ما بعرفش هما جابوها منين. رجعت لتقاليد وعادات الشعب المصري. فاكرين المنديل أبو قوية والبتاع اليشمك اللي كانوا بيلبسوه بيعملوه خوصة ذهب كده ومش عارف إيه؟ ده كان نوع من أنواع النقاب. شفت الأفلام المصرية القديمة اللي فيها السيد وغيرها، وكانت الست المصرية في الشارع بالنقاب. كانت الست المصرية نازلة تهتف ضد المحتل الإنجليزي في ثورة 19 وهي لابسة النقاب. فده جزء من تاريخ المصريين وحاضرهم لا زال متصلة. أنا ما بجيبلكش تأصيله، ولكن بقولك إن هو جزء كان مشارك في الهوية المصرية مش دخيل عليها. قواعد الزي المدرسي في مصر: الحجاب بقى اختياري بينما النقاب ممنوع. وسيد علي بيعلق على الموضوع ده وبيقول لك ان النقاب والجلباب افقدوا المصريين هويتهم. اسمع معايا. عمرنا ما شفنا مساله النقاب ده غير عندما تمت الهجره النفطيه وجينا محملين بالجلباب والمساله دي كلها وفقدنا جزء من هويتنا. ازاي يعني؟ ازاي مش فاهم؟ يعني مثلا كانت والدتك يا سيد بتروح المدرسه بشورت؟ معلش انا اسف مش قاصد اساءه الادب، بس انا عايز افهم ايه العلاقه. النقاب ما كانش جزء في الهويه المصريه؟ مين قال كده؟ كان جزء من عندنا. الجلباب مش جزء من الهويه المصريه؟ العبايه البلدي ولا الجلابيه الفلاحي ام كرانيش الواسعه دي مش جزء من الهويه المصريه؟ مين قال كده؟ ليه الناس في الصعيد كانوا بيلبسوا ايه؟ المسلمين والمسيحيين بالمناسبة، أصلا لفيت الدنيا دي. أنا دخلت بيوت الناس في الصعيد وفي الفلاحين وفي بحري وفي شرق وفي غرب وعند العرب وفي كل مكان في البلد. مين قال إن النقاب دخيل علينا ولا الجلباب دخيل علينا؟ مين قال الكلام ده؟ أنا معرفش أنتوا جايبين الواقع ده منين، وأتحدى أي حد عايز يثبت إن الحاجات دي مش من مصر ولا ثقافتها. تعالى نقعد ونتكلم بالتاريخ، أصل أنا شاطر في ده. مش عامل لكم بقى مش شاطر زي يوسف الحسيني، هو شاطر في الاقتصاد وطلع ما يعرفش حاجه. لا، تعالى نوثق مع بعض ونسمع من الناس. يخش الشيخ احمد كريمه علماء سلطان برضه يقول لك انا مع منع النقاب في المدارس واطالب ان يعمم القرار على الازهر والمؤسسات الحكوميه. لو انت قدم حالك على قولة الشوام يا شيخ احمد، روح كلم الشيخ احمد الطيب وهيئه كبار العلماء وامنعوا النقاب في الازهر الشريف. روح ورونا المراجل يا جماعة. طبيعة الحال أنا بقول وأؤيد هذا القرار سواء في المؤسسات التعليمية المدنية وأيضا والأزهرية وغير المؤسسات التعليمية. ينبغي على مؤسسات الدولة جميعا حظر النقاب في جميع المؤسسات. لا تتفاجئ، لا تتفاجئ، ده مش جديد، لأن احنا عندنا من 2020 من 3 سنين جامعة القاهرة بتقول لك من يخالف تنفيذ قرار حظر النقاب سيمنع من التدريس بالكليات. ده موجود بالفعل زي ما حضرتك شايف، ومعلمين لك اهو على التاريخ 27 يناير 2020. طيب الكلام ده مش فيه تدخل ووصايا على السلوك العام والحريه الشخصيه؟ انت بتقول لي اللي تلبس مايو يا حر، يا حر، واللي ميكرو جيب واللي بتلبس يا حر. طب واللي تلبس نقاب هي مش حره؟ لا، تعالى معايا كده. مادة 19 من الدستور النظام المعدل عام 2019: إرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز. إرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، والدولة بتلتزم بده. يبقى الدولة ليه بتميز ضد المنتقبة، خاصة في بلد أغلبها الأغلبية الساحقة يعني من المسلمين ومسيحييها محتشمين. يعني انتوا لو مش واخدين بالكم. طيب المادة 53 بتقول ايه؟ المادة 53 قدام حضرتك: الحقوق والحريات والواجبات العامة، المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة او الجنس او الاصل او العرق او اللون او اللغة او الاعاقة او المستوى الاجتماعي او الانتماء. يبقى اللي انت بتعمله ده مخالف لدستورك، للقانون الاساسي للدولة المصرية. عندي خبر في ياني شفق بيقول لك ايه؟ جامعه كارابوك تصدر بيانا تستنكر فيه الحديث دكتوره قالت ان النقاب ممنوع في تركيا. تركيا التي تصنف دوله علمانيه
بمبادئ مصطفى كمال لا تقر بمنع النقاب. هات لي الخبر قدامك اهو، ممكن هات لي الخبر تاني اهو. النقاب ممنوع في تركيا، خطاب عنصري يذكرنا بالعقلية القديمة ضد المسلمين وحريتهم، بعد أن أثارت ديفريم أوميت الأستاذة الدكتورة في جامعة كارابوك جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حديثها عن ارتداء النقاب والجلباب في تركيا. أصدرت جامعة كارابوك بيانا تستنكر فيه حديث الدكتورة وتؤكد بدء اتخاذ إجراءات لازمة بعد تصريحاتها المؤسفة، وقالت أن النقاب مش ممنوع حتى في دولة علمانية قايمة على ده، دستورها علماني على مبادئ مصطفى كمال. أدي تركيا.